دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى تمديد الحظر الدولي على توريد الأسلحة إلى إيران واتهمها بمد جماعة الحوثي بالسلاح في اليمن. وخلال مؤتمر صحفي أكد بومبيو أن بلاده وقوات وصفها بالشريكة اعترضت سفينة قبالة ساحل اليمن في 28 من يونيو حزيران الماضي كانت تحمل أسلحة إيرانية للحوثيين. إلى ذلك حذر بومبيو من الوضع المتدهور لناقلة النفط الصافر التي استولى عليها الحوثيون في عرض البحر الأحمر قبل فترة. مشاهدينا للمزيد معنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. بداية نبيل، صباح النور. بالفعل إذا أهلا وسهلا. بالفعل إذا مجلس الأمن صباح الدولي. الخير من اليمن. أهلا وسهلا. بالفعل مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة في 15 من الشهر الجاري اليوم الأربعاء القادم لمناقشة أزمة خزان النفط العائم صارف في ميناء رأس عيسى بالحديدة غربي اليمن، وسط تحذيرات أن اليمن بات قاب قوسين أو أدنى من كارثة بيئية إن ما حدثت تسرب نفطي من الخزان، خزان النفط العائم. ما آخر المستجدات لديكم نبيل بهذا السياق؟ طبعا بالنسبة أولا للخزان العائم وهو صافر وسمي لأول نفط في اليمن أو استخراج أول نفط في اليمن صافر في اليمن. هذا الخزان يقع في منطقة رأس عيسى على ساحل البحر الأحمر وعلى بعد 5 أميال من مدينة الحديدة غربي اليمن. حتى اللحظة هناك الكثير من الخبراء يتحدثون بأن هناك ثمة تآكل في هذا الخزان الذي يحتوي على قرابة 1,200,000 برميل نفط خام، وهو يصب كل الحقول النفطية تصب إلى هذا الخزان العائم الموجود في البحر الأحمر. هناك ثمة تآكل لأن هذه السفينة هي موجودة أو هذه الناقلة موجودة منذ 5 سنوات في هذا الساحل، ساحل البحر الأحمر. بدأ الآن التآكل فقط بفعل الحرب، لم يقم أحد بصيانتها. هذا التآكل يخشى من أن يتسرب، وهناك بعض الضرر في بعض أجزاء الناقلة، هذه الناقلة النفطية اليابانية الصنع، والكثير يخشى من أن يتم تسرب الوقود من هذه الناقلة، لأن الكثير من الخبراء أكد بأن في حال تسرب النفط فإنه سيؤثر على البحر الأحمر لمدة 30 عاما، وعلى الأحياء البحرية وعلى الصيادين وعلى رزق الصيادين في البحر الأحمر لمدة 30 عاما قادمة. حتى اللحظة هناك اتهامات، الحوثيون يتهمون بأن التحالف هو من يقف وراء ذلك، وتساءل الحوثيون لماذا لم يتم الحديث عن هذه الناقلة أو عن هذا الخزان العائم منذ 5 سنوات، على الرغم من أن الحوثيين قد كرروا مرارا وتكرارا بأنه على لابد على الدول أن تلتفت لهذا الخزان العائم، فيما حكومة هذه تتهم الحوثيين بمنع الفرق التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى هذا الخزان لصيانته قبل أن ينفجر، والكثير يتحدث بأنه على وشك الانفجار. إذن حتى اللحظة هناك تخوفات كبيرة من أن ينفجر هذا الخزان الأكبر أو ثالث أكبر خزان في العالم. والكثير كذلك على الرغم أن الحوثيين قالوا بأنهم أرسلوا خلال أو قبل بداية هذا الشهر أرسلوا فرق للخزان، لكن لا زال الوضع خطر كما هو عليه، والكثير كذلك يخشى من أن تتضرر الأحياء البحرية على ساحل البحر الأحمر والصيادين ل30 عاما قادمة. نعم نبيل، هذا لا يمنع أن اليمن مقبل على كارثة بيئية إن ما حدث شيء لخزان النفط العائم الصارف قبالة سواحل الحديدة، ولكن كارثة غذائية أخرى مع شح المواد الغذائية نظرا لعدم تمكن الدول التي كانت تساعد اليمن من إمدادها إذن بالمواد الغذائية بسبب وباء كورونا. كورونا أيضا أدت إلى إصابات جديدة فاقت 1,300 إصابة باليمن. حدثنا أكثر عن آخر مستجدات الوباء والأزمة الغذائية عندكم في صنعاء تحديدا. نعم، بالنسبة لوباء كورونا تحديدا هنا في حكومة صنعاء لم يعلنوا فقط منذ بداية كورونا أو تفشي وباء كورونا في اليمن، لم يعلنوا سوى من 2 إلى 3 حالات فقط، وأكدوا بأن الإعلان عن هذه الحالات قد يؤدي إلى انهيار
النفوس أو معنويات الكثير من السكان هنا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لكن هناك إجراءات وتدابير احترازية متخذة، ومن المتوقع السلطة المحلية هنا بصنعاء أن تقوم بعملية دراسة لعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في العاصمة صنعاء بعد أن خف هذا الوباء بالتحديد في المناطق التي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بما فيها هنا في مدينة صنعاء وبقية المحافظات الأخرى. في المناطق الواقعة في حكومة هادي تحديدا قالت الدكتورة إشراق السباعي وهي رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بأن عدد الإصابات وصل إلى 1318 حالة، بينها 351 حالة وفاة وما يقارب 565 حالة تعافي. وأكدت الدكتورة إشراق في تغريدة لها على وهي رئيسة اللجنة لمكافحة كورونا التابعة لحكومة هادي بأن هناك زيادة في عدد الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، وبأنهم يحاولون جاهدين من أجل أن يحتووا هذا الوباء المنتشر بشكل مكثف وبالتحديد في مناطق عدن وبقية المناطق الأخرى. لكن بشكل عام لم تعد الوفيات كما كانت، يعني منذ أقل من شهر كنا ندخل إلى وسائل التواصل الاجتماعي ونجد العزاء بالعشرات، لكن الآن بدأ يخف قليلا سواء بالنسبة للمناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله الحوثيين أو بالنسبة للمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي. لكن هذا الكثير يذهب إلى أن مع زيادة سوء التغذية في اليمن، زيادة المجاعة، أن الكثير من الذين يصابهم بوباء كورونا يموتون، بمعنى أن حالة التعافي قليلة بالمقارنة مع عدد الإصابات بسبب سوء التغذية لأن المناعة تكون قليلة. هذا بالإضافة إلى أن تعرفين بأن اليمن تشهد أكبر مجاعة يعني كبيرة على مستوى العالم، خصوصا بالتزامن مع استمرار الحرب، مع استمرار الحصار، إغلاق مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى إغلاق المنافذ البحرية تحديدا. حتى اللحظة هناك أزمة مشتقات نفطية خانقة هنا في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الأنصار الله الحوثيين بسبب حجز التحالف للسوق على الساحل البحر الأحمر وعدم السماح لها بالدخول إلى هذه المناطق. هذه الأزمة بالذات أضافت عبء كبير وبالتحديد على المستشفيات التي زرتها أنا بنفسي، وهناك الكثير من الحالات التي ربما قد تصل إلى مرحلة الاحتضار بسبب نقص في المشتقات النفطية، طوابير كبيرة لا يوجد أي مثلا عملية تباعد اجتماعي، خصوصا وأنت تبحث عن لقمة الخبز أو تبحث عن البنزين أو تبحث عن الغاز. هناك أزمة كبيرة جدا وهذه فاقمت وبالذات على المستشفيات تحديدا، ما أدى إلى وقوع يعني أكثر من مستشفيات أغلقت كثير من الأقسام بسبب عدم توفر المشتقات النفطية. نعم نبيل، هذا إضافة مع تواجد أوبئة أخرى على أراضي اليمن غير وباء كورونا، نظرا للحرب المتواصلة، قطاع صحي متهالك إذن على كافة أراضي اليمن. نبيل، التحالف كان بدأ منذ أسبوع عملية عسكرية جديدة ضد معاقل الحوثيين، ما هو حال صنعاء تحديدا بعد أسبوع من بدء هذه العملية؟ نعم، الآن تحديدا الغارات خفت كثيرا على العاصمة صنعاء. حين بدأت العملية العسكرية كان هناك أكثر من 40 إلى 50 غارة شنها التحالف على مناطق مختلفة في العاصمة صنعاء، لكن تحديدا اليوم أحدثك بأن هناك فقط بعض الغارات في شرق العاصمة صنعاء باتجاه منطقة نهم وباتجاه محافظة مأرب. تحديدا الغارات تتركز الآن على محافظة مأرب، يعني خلال الساعات القليلة الماضية شن طيران التحالف أكثر من 34 غارة جوية على محافظة مأرب وبالتحديد على مناطق في العبدية، مناطق في مجزر ومدغل. هذه أكثر من 34 غارة شنها طيران التحالف، ولازال التحليق المكثف حتى هذه اللحظة. في المقابل في محافظة الجوف شن طيران التحالف أكثر من 11 غارة وهي قريبة ومجاورة لمحافظة مأرب، وكذلك شن طيران التحالف ولأول مرة غارتين على منطقة الصليف وهي تابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن، وهو ما اعتبره الحوثيون خرقا للهدنة، هدنة اتفاق السويد. هذا يأتي بالتزامن مع أعنف المعارك التي تدور بين الطرفين وبالتحديد في منطقة العبدية التابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، عشرات القتلى والجرحى والأسرى من الطرفين، وحتى اللحظة التعزيزات تصل لك إلى الطرفين، فالحوثيون يحاولون التقدم صوب محافظة مأرب النفطية. نعم، على كل سنكون إذا بمتابعة لتطورات اليمن. نبيل اليوسف مراسلنا بالعاصمة اليمنية صنعاء، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات.